ضمن جولاتنا في المحافظات، نحن اليوم موجودين في محافظة مادبة لتسليط الضوء على بعض الخدمات التي تهم المواطنين في مدينة مادبة القصبة، ونحن الآن موجودين في الفيصلية غربي مدينة مادبة السياحية. وناقصنا خدمات شوارع عامة، يعني شارع عام يكون بلد سياحي ممر، وبعدين يطلعوا مسرعين على البحر وعلى المغطس اتجاه المغطس وصياغة، وانه هاي بلد يعني ودها شوية انتباه من الدولة ومن انفسنا كمان، ونطلب من الدولة بس تضبيط الشارع الرئيسي اللي هو يربط من مادبة لصياغة، انه بك يعطي منظر سياحي للاجانب، واحنا بلد على طريق السياحية، يعني على الغور على المغطس على الفسيفساء، نطلب خدمة يعني لفتة من الدولة يعني. أما كبلدية هذا استطاعتها وهذا إمكانياتها وهذه. إحنا نعاني من إجرة الخط من مادبة للفيصلية، يعني كلها 3 كيلو يأخذ 40 قرش من مادبة للفيصلية 3 كيلو. كمانك عندنا نقص كمانك بالخدمات، خدمات عندنا مش عندنا مركز صحي كامل متكامل، يعني اللي هو مثلا تقول فطورة الشعاعة بيها مختبرات بيها دكاترة مختصين، ما فيش عندنا يعني اعتبار انها زي عيادة، يعني في عندنا عيادة هنا ماشي، يعني حتى لما تجي على العيادة هنا بدك علاج ما تلقى، عشان اقول لك والله ما في، ما خالص منتهي، ما في عندنا، ما فيش مش علاج، يعني وين العلاج يروحوا بيه ما نعرفين وشو. كمانك في عندنا هنا الشارع، هذا الشارع الرئيسي من عند المادبة من عند دول الطيارة لما تصل للبحر الميت، هذا ما فيش بيه مقدول شخصات بينات في الشرصيف، يعني حضاري لأن السواح يجونا من عند من كل جميع العالم، يجوا من على صياغة على نيبو على منطقة البحر الميت على ايش كذا. هذه يعني ايش تقول عندنا مثلا تقول يعني كمانك يا خاص شوارع عندنا ما شوارع ودن تعبيد ودن تصليح ودن كذا ودن يعني في شغلات يعني عندنا ودنا بعدين كمانك تنسى ودنا نادي ودنا مش مطب ودنا نادي للشباب يلعبوا ما فيش محل ملعب وما في لا في نادي لا مدجه لا اي شيء نهائيا يعني ما في شباب الشارع الرئيسي شغل عام مندي على عام للمدجه العام او ملعب رياضي كمانك ما في يعني مع الشباب يلعبوا الشارع الرئيسي ما في محلات اللي يلعبوا به. احنا عندنا نقص بعمال النظافه، اول شيء عمال النظافه ما في كفايه كويس، بعدين الضاغطات كل يومين او الثالث يجوا مكومين النفايات منطقه معينه، يعني عرفت كيف؟ وفي عندنا نقص اللي هي قلناها شغله السرفيس ياخذوا اجره ليليه ثانيه، مطبات ما في زي الناس، عند مدرسه شيماء يعني اخطر شيء على الاطفال، مدرسه صف رابع خامس مطبات لا يوجد فيه مطبات، يعني في مطب سياحي لكن يجوا مسرعين عليه كويس؟ بدنا نقطه الدفاع مدني تكون قريبه منه هون تكون هذا. اناره الشوارع دائما مطفيه مش كثير، يعني اللمبات اللي جيبوها مش اصليه شايف، اللهم صل على محمد. بدنا حرس على الحراج، هذا الثروه الحرجيه، هاي الحراج كيف بدنا حرس عليها لانه في اعتداء عليها كثير جار. نوجه الرسالة لكل المسؤولين في مادبة الانتباه إلى تلك المنطقة التي تعتبر مهمشة من قبلهم ومساعدة في خدمة المواطنين في منطقة الفيصلية. خلدون لزايدة، الحقيقة الدولية، الفيصلية.